السلام عليكم متتبعي الاعزاء، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم كنقترح عليكم بسيطلات بشكل جديد بتاجو الكروفيت، نتمنى انهم يعجبوكم. كالعاده غادي نخليكم تاخذوا المقادير وبعد منهم الطريقه. اذا في المقادير غادي نحتاجو نص كيلو ديال كفتة الدجاج، ممكن تعوضوه بلاداند. عندنا هنا المعدنوس مقطع، ربعة تاع الكروفيت، اللي ما قدرش يشري الكروفيت ماشي ضروري يديرو، 100 غرام ديال الفرماج حمر محكوك، الكركم، البزار، التحميره، الكمون والملحه والهريسه. عندنا هنا جوج معالق كبار ديال القشده الطريه، ممكن تعوضوهم جوج كيري، جوج دروس الثوم محكوكين، شويه الزبده، فلفل حمرا مقطعة قطع صغيرة، وأخيرا بصلة متوسطة مجلدة. إذا الطريقة سهلة جدا، غادي ندوبو الزبدة في شوية الزيت، غادي نضيفو عليها البصلة مجلدة ونشحروها حتى تدبال. من بعد غادي نضيفو عليها الكفتة تاع الدجاج ونحاولو نفرتوها، ثم نضيفو التوابل كاملين والثومة، الفلفلة حلوة مقطعة. غادي نقليو هادشي دابا حتى طيب ديك الفلفلة شوية، ثم نضيفو الكروفيت والمعدنوس مقطع. هاد الكروفيت غادي نشحروه تقريبا واحد دقيقة، ثم نضيفو عليه القشدة الطرية والفرماج ونجهدو البوطة غير بما تحيد ديك لاصوص ونطفيو عليه. الحشوة تاعنا دابا وجدات، غادي نخليوها تتبرد عاد نعمرو بها القوالب. غادي نحتاجو لربعة ورقة بستيلة أولا ورق الفيلو وقوالب الكيش وقطع أكبر منهم في القطر. اللي ما عندوش قوالب الكيش يمكن يطويهم بحال البسطيلة عادية ماشي مشكل. كيف ما كتشوفو كنرسم الدوائر بالقطعة فوق الورقة، ثم غادي نقطعهم بالمقص. غادي ناخذ ثلاثه الورقات يكونوا مدهونين بالزيت، وغادي نحطهم في القالب ونضغط عليهم. داكشي اللي شاط لينا من الورقه يا غادي نقطعوه بالمقص اولا ندوزوه في آلة سباكيتي. خاصنا نحصلوا على واحد الخيوط اللي هما رقاق بحال هكا. غادي ناخذ دوك الخيوط وغادي نضيفو عليهم الزبده مذوبه وشويه تاع الفلفل الحار باش كيعطيهم شويه تاع اللون والمذاق. غادي نملؤوا القوالب بالحشوه، انا هنا ملأت 12 قالب ومازال بقى لي منها شويه. غنحطو فوق منها الورقه المقطعه ونضغطو باش تلتصق بالحشوه. ثم ندخلوهم الفرن يكون مسخن من قبل على 180 درجة تقريبا 20 دقيقة بما يتحمروا شوية. نخليهم حتى يبردوا عاد نحيدهم من القالب. ثم نزينهم حسب الذوق، درت الطريف تاع الحامض مع الكروفيت وشوية المعدنوس البلدي. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم. اللي عنده شي سؤال تخليه ليا في كومونتير، ان شاء الله نجاوبها عليه. وبصحه وراحه.